السلام عليكم اخوان، بخير عليكم. الصحيحه مزيان، كنتمنى يكون كلشي بخير والصحه مزيانه، هانيين امور مزيانه. فاخوتي اليوم دوزنا 24 يوم في الحجر الصحي وكانت ما سهلاش، فتقدنا بزاف ديال الامور، فتقدنا الصحاب، فتقدنا القرايه، فتقدنا الاجواء ديال الشارع. فلذا الاصدقاء اليوم فكرت بحاجه ام الاختراع، قلت علاش ديك الاجواء اللي كانت في الزنقه ما نخلقهاش انا في الدار؟ علاش لا؟ فاخوتي اليوم قررت انني نصاوب قهوه ديالي في الدار تكون بحال القهوه ديال الشارع. فخليكم معايا الخوت باش تشوفوا الطريقه ديال هاد القهوه اللي غادي نصايب. السلام عليكم اخوان، كما اتفقنا نقدو قهوه تكون اقرب ما امكن القهوة اللي كنشربوها في القهوة. الإخوان عندي هنايا 3 معالق ديال القهوة، قهوة مطحونة، 3 معالق صغار. تنجيبو العصارة، عندك عصارة ما عندكش دير غير طاوة ودير فيها الماء سخون ودير فيها القهوة. نجيب القهوة ديالنا كنخويوها، تنظير العصارة نصبر عليها مزيان، تنديرو العصارة ديالنا فوق البوطة حتى كتبدا تغوت. بعد ما سمي مع القهوة راه ندوزو على متوجد القهوة ديالنا، كنجيبو طاسة، كنجيبو 2 ساشيات ديال النسكافيه و سنيدة، تنقادو 3 معالق سنيدة، 3 معالق صغار. نجيبو نسكافي ديالنا، نجيبو نسكافي ديالنا من بعد ما حليناها، تنخوها مع السنيدة اللي درنا، لما جوج ديال نسكافي. والقهوة ديالنا راه باقا تطيب، القهوة ديالنا كنجيبو ديك الطاسة ديال نسكافيه والسكر تنديرو فيها شوية الماء، لا شوية شوية، تنصبو الطاسة ديالنا
واو شو الرقم اللي طالع هاي هذا بخوتي هذه مش مسربوها Thank you.